اللاعب ده يا جماعة هياخد الأولمبيا 1000000%. أنا ما شفتش بصراحة في حجمه وجيناته الوراثية. إيه ده؟ إيه القوة دي؟ بسم الله ما شاء الله، رهيب. وبيقولوا إن هو اتأهل كمان لأولمبيا 2022 2023، فإزاي إحنا ما سمعناش عنه قبل كده يا جماعة؟ مش عارف، استغرب جدا ان ده اتأهل لمستر اولمبيا ومفيش اي حد اتكلم عليه لحد النهارده. طبعا ده فلتر حزين لروني كولمان، وانا ماسك نفسي الصراحه بالعافيه. لو انت مش عارف الجسم ده يعني، يبقى انت الصراحه مالكش في كمال الاجسام بربع جنيه يعني. لو مش عارف من قدام فانت اكيد عارف من ورا يا دبابه. واخيرا، لو بتحب المحتوى ده ما تنساش تعمل لايك وشير عشان غيرك يستفاد. ولو عايز تصمم لنفسك نظام غذائي محسوب السعرات الحراريه، ابعت لنا دلوقتي خلينا نساعدك.